القلق يصبغ يومياته في دبي رغم كل ما حققه كرجل أعمال مقيم في دبي، لكن الأوضاع في وطنه الأم أضفت ضبابية على مستقبل حلم به كثيرا. هو رجل الأعمال المصري ممدوح ندى الذي تجمدت خططه المستقبلية للاستثمار في بلاده بعد أن تأثرت بيئة الأعمال هناك تحت وطأة اضطرابات السياسة واهتزاز الحالة الأمنية. طبعا موضوع الاستقرار الأمني، استقرار الأمني واستقرار السياسي في مصر ده أكبر معضلة دلوقتي، وللأسف مش واضح، الصورة مش واضحة ومش واضح يعني هتاخد مدى قد إيه، سنة اتنين تلاتة، مش واضح. بالعكس كل يوم بتسوء أكتر، وده طبعا بيأثر على مناخ الاستثمار ومناخ العمل، وبيخلي كل الأيادي مرتعشة في كل أجنحة البيزنس يعني. الوضع المضطرب في مصر يبدو في عيون ممدوح وغيره من رجال الأعمال المصريين والأجانب غير مشجع لتوجيه استثماراتهم نحو سوق وصفت قبل عامين بالواعدة، قبل أن تأتي أحداث السياسة بما لا يشتهي المستثمرون أمام حالة الغليان الشعبي في الشارع المصري وضبابية المشهد الاستثماري هناك. الاضطرابات السياسية ممكن تؤدي إلى مظاهرات، كثر المظاهرات واعتصامات العمال والكلام دوت، كل ده بيأثر على الشغل. في مشاريع ماشية ببطء أو وقفت نتيجة برضو المظاهرات ونتيجة برضو خوف المستثمرين عن يخشوا في مشاريع جديدة. نحن كيف هنخرج من هذا الموقف؟ ما فيش حاجة واضحة لغاية دلوقتي، بل بالعكس الظروف بتسوء كل يوم. خلق أرضية خصبة وجاذبة للاستثمار في مصر مع قوانين حازمة تعطي المستثمر حقوقه وتحفظ للدولة حقها هي مطالب ممدوح وغيره من رجال الأعمال المصريين في الإمارات الذين يحلمون بعودة الاستقرار لبلادهم وإنهاء حالة الاغتراب التي يتمنون ألا تطول كثيرا. لبنى ديب لليوم على الحرة، دبي. وللتعليق ينضم إلينا في استوديو دبي مصطفى الحفناوي رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الإمارات اليوم. أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة. وبداية، كيف تنظر إلى مشهد الاحتقان في مصر اليوم وانعكاساته على مجمل الأداء الاقتصادي المصري؟ هو من الصعوبة بما كان الحديث في التأثير الاقتصادي لهذا المشهد اليوم، لكن دافعنا وعزاؤنا أن هذه الجماهير الغاضبة جزء كبير منها خرج احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي هي نتاج عن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر. ليس كلها خرج لأسباب سياسية بحتة، لكن عدد كبير بالفعل أدركت أنه لم يحدث تغيير في حياتها المعيشية، في حياتها اليومية، في فرص العمل، في كل ظروفها الحياتية بعد مرور عام من حكم الرئيس مرسي. طيب، القضية الخطيرة أن هذا الوضع الحالي إذا تم تسويته سريعا فمن الممكن أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أيام أو قبل أسابيع، لكن استمرار كيف كان؟ نعم، وكيف كان؟ هي مرحلة مراوحة، مرحلة شك، مرحلة ضبابية. أما استمرار هذا الوضع لأيام أو لأسابيع فإن انعكاساته ستكون خطيرة سواء على الاستثمارات الأجنبية أو على حتى سعر العملة الذي يمثل، يعني هذا بالتحديد ما أريد الحديث عنه، يعني تأثير هذا الوضع بالتفصيل على أسواق المال وأيضا على المستثمرين ورؤيتهم لمآل أموالهم واستثماراتهم. يلاحظ أن البورصة اليوم صعدت، لكن البورصة في يوم ليست مقياسا بالتأكيد، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر، شراء الأوراق المالية أكثر سهولة في التعامل، ولذلك ستلاحظين أن كثيرا من المستثمرين الأجانب استسهلوا شراء مصانع بالفعل من البورصة أو أسهم كثيرة لمصانع من البورصة ولم ينشئوا مصانع أو منشآت اقتصادية. الخطورة ستكون في استمرار هذا الوضع عند إذا تعقدت الأمور وإذا لم يتم تسوية الوضع سريعا، إما بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو الوصول إلى حل وسط أيا كان. يعني هذا المشهد الذي نراه على الشاشة الآن، يعني كيف يراه المستثمرون؟ هل يطمئنهم أنه ربما بعد قليل سيؤول الحال إلى وضع أفضل أم ماذا؟ لا، بالتأكيد هم في حالة ترقب، والقلق الأكبر سيكون على سعر العملة، لأنه في حالة زيادة الدولار مقابل الجنيه فإن المستثمر الأجنبي يشعر أنه لا يحقق أرباحا، لأنه عند تحويل السابقة بالفعل زاد الدولار أمام الجنيه، وفي السوق السوداء يعني حدث ولا حرج.
هذا حقيقي. الخطورة أن المستثمر الأجنبي يشعر أن فرق سعر العملة وتراجع الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى التهام أرباحه وبالتالي سيحجم عن الدخول، لكن أنا أراهن على المستثمر المصري أكثر من المستثمر الأجنبي. طيب هل باتت مصر على حافة النقطة الحرجة التي قد تؤدي إلى فرار المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب أو العرب؟ الحقيقة أن مصر فيها محفزات استثمار كثيرة حاليا، ففي بلد فيها نسبة البطالة 13% فأنت تستطيع أن تحصل على عمالة رخيصة، لكن المشكلة الحقيقية هي في الوضع الأمني، الاستقرار الأمني، كيف يأتي مستثمر إلى بلد مضطرب أمنيا، مضطرب سياسيا، ولا يعرف ماذا سيحدث. حتى التعاملات في الخلافات مع المستثمرين الأجانب الذين قدموا إلى مصر ووقعوا اتفاقيات مع حكم مبارك، عندما تمت التسويات في البداية كانت محاكمات ثم تمت التسويات، كل هذه الأمور تمت حالة بحالة ليس وفقا لقاعدة واحدة وفقا لشفافية واضحة، والأمر الذي يقلق أي مستثمر في الدخول في هذه الظروف الراهنة. طيب ما الحل؟ يعني ما هو المخرج لنخرج من هذه الأزمة التي ربما لا نرى لها حلا من النواحي الاقتصادية؟ يعني من الصعوبة طرح وصفة سحرية الآن لحل المشكلة الاقتصادية. الآن القرى في ملعب السياسيين سواء كانت الحل السياسي وأمن البداية حل سياسي الآن وليست حل أمني. اليوم وغدا وبعد غد الحل في أيدي السياسيين، الوصول إلى حل إما بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو الجلوس معا للوصول إلى صيغة حل وسط أو كما هو. طيب إذا افترضنا جدلا أن هذا حدث، أنه فعلا خرج الرئيس وقال أنني موافق على انتخابات رئاسية مبكرة، هل هذا قد يؤثر على الاقتصاد إيجابيا وسريعا؟ هذا يتوقف كيف سنتعامل مع المرحلة الانتقالية القادمة. هل ستؤدي إلى حكومة مستقرة وإلى توافق وطني أم ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الشارع؟ بمعنى هل سيؤدي هذا إلى جروح لدى طيار سياسي معين فيبدأ في إجراء اضطرابات ممارسات عنيفة كما حدث في فترات سابقة من أنصار الحكم السابق؟ نعم. أم لا؟ طيب شكرا جزيلا لك سيد مصطفى الحفناوي رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الإمارات اليوم، كنت معنا في اليوم على الحر. شكرا جزيلا.